كرامنا المشاهدين، أهلا في طبعة المشاهد. وفي هذه الحلقة نبدأ أولى ملفاتنا الصحفية وخبر من صحيفة الرياض، حيث توقع عدد من المختصين والخبراء الاقتصاديين أن يكون العجز المتوقع في الميزانية العامة للدولة أقل منه عما كان مقدرا في بداية العام، وذلك نتيجة للسياسات الحصيفة التي اتبعتها الدولة خلال الفترة المنصرمة منه أو من هذا العام، إضافة إلى ما شهدته أسواق النفط من تعافي خلال العام 2016، في حين علمت صحيفة عكاظ أن الحكومة السعودية ستطلق مع إقرار ميزانية الدولة لعام 2017 برنامج تحقيق التوازن المالي في 2017 لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة دون المساس بالمواطن. وأخيرا من صحيفة الاقتصادية التي أشارت وفقا لتحليل وحدة التقارير في الصحيفة أن السعودية جمعت أموالا قيمتها 380 مليار ريال لتمويل العجز المتوقع خلال العام الجاري. أرحب بضيفي في الاستديو جابر المالكي مدير صحيفة المدينة، ومن المدينة أحمد الديحاني صحفي في صحيفة الاقتصادية. مرحبا بكما. أبدأ منك جابر، كيف قرأت هذه التنبؤات أو هذا الاستباق لإعلان الميزانية؟ بلا شك أنا أشكركم في البداية على الاستضافة. بالنسبة للأخبار اللي طالعتنا اليوم صحفنا السعودية الورقية، أخبار مميزة ومدعومة بالأرقام وتحاليل قد تشير إلى مصداقيتها، وبلا شك أنها تتمتع بتحليل دقيق خصوصا مع إعلان الميزانية يوم غدا حسب ما أعلنت وزارة المالية قبل قليل وبثتها على موقعها. فالصحافة الورقية يعني بالنسبة للصحف اللي نشرت اليوم، أغلب الصحف السعودية نشرت الموضوع، لكن في صحف تميزت بإعطاء أرقام وتحليل دقيق وأبعاد هذه الميزانية، وكذلك سد العجز المالي اللي من المتوقع أن يصدر غدا، وكيف الطرق التي أسهمت وزارة المالية أو الدولة بسد العجز فيها. الاقتصادية تميزت بشكل كبير في تحليلها الدقيق، كذلك الرياض استضافت خبراء متمكنين ومعروفين على الساحة الإعلامية وكذلك في تحليلاتهم، كذلك عكاظ انفردت بالتوازن المالي. ولا شك أن هذا البند يدعم رؤية 2030 في توجهها، وكذلك يعطي توازن للاقتصاد السعودي اللي من المتوقع أن ينمو بشكل كبير خلال السنوات القادمة. جميل. أحمد من المدينة، أهلا، مساء الخير. أعتقد عبد الله أن الاكتفاء بالعناوين المطمئنة التي يعني تبعث التفاؤل في تناول موضوعات الميزانية يخلق فراغ كبير. عادة ما تملأه السوشيال ميديا أو ما يعرف بوسائل التواصل الاجتماعي، وهي تلعب كثيرا على ما لا تملك وسائل الإعلام التقليدية اللعب فيه. لذا أعتقد أننا بحاجة لنقل أسئلة الناس وعكسها من خلال العناوين التي تتناول الحديث عن الميزانية. عنوان الاقتصادية حول تحويل الاحتياطي لقرابة 47% وتمويله من عجز الموازنة هو من بين العناوين التي لامست الأسئلة المباشرة للاقتصاديين والمهتمين بقراءة أرقام الميزانية. العناوين الأخرى حاولت معالجة موضوع الميزانية لقرائها وخرجت كثيرا عن اللغة الخشبية التي تستعمل في هكذا مناسبات، لذا يعني هذه هي اللغة التي تحاول الصحف السعودية الوصول لها، هي لغة تحاول الخروج من اللغة النمطية التي تعود القراء أن يقرؤوها، ولم تعد مقنعة للمحرر الذي يكتبها ولا للقراء الذين يتابعون. لكن المادة أحمد، المادة اقتصادية، يعني تعتقد بأنه قادرين على خلق نوع من المرونة في الخبر الاقتصادي وجعله خبرا مشاع يهتم به العامة؟ صح، الخبر الاقتصادي من أصعب الأخبار التي ممكن تطويعها فعلا، لكن أعتقد أن الأرقام وظهور الأرقام بشكل واضح والتعليق عليها بشكل أيضا أوضح ممكن أن يساعد في خلق هذا الفهم وهذه الطريقة الجديدة التي قد تساعد القارئ أن يقتنع أكثر بالمادة الصحفية المنشورة في وسائل الإعلام الرسمية عوضا عن يشاهدها في وسائل التواصل الاجتماعي. تحقيق التوازن المالي أو برنامج تحقيق التوازن المالي في 2017 وانفرادة عكاظ به، كيف قرأته؟
سؤال لك يا أحمد. تحقيق التوازن المالي في صحيفة عكاظ، كفاءة الإنفاق الحكومي وتحقيق التوازن المالي، كل هذه المؤشرات أو هذه المحاور في موضوع الموازنة، أعتقد أن طرحها من خلال خبراء اقتصاديين وعدم دعمها بمواد صحفية تسهل على القراء أن يفهموها. إذا كان المحرر الاقتصادي غالبا لا يفهم الكثير من المصطلحات، فكيف بالإمكان أن يفهمها قارئ ليس مهتما كثيرا في موضوعات الميزانية؟ أعتقد الإجابة على الأسئلة يجب أن تكون من خلال الصحافة. جابر كيف نشرك؟ جميل جابر، كيف نشرك القارئ في، دعنا نقول، جانب المسؤولية الوطنية تجاهها؟ يعني عندما نتكلم عن أرقام لا نريد منها أن يتذمر، نريد منها أن يشارك. كيف تسهم الصحف في خلق هذا النوع من الشراكة؟ بتبسيط المعلومة، يصلها بتبسيط المعلومة. بالنسبة للأرقام، دائما إذا أعطيت رقم لا يمكن الاحتمال أنه يثير مثلا جدل، أو لأن الرقم واقعي، والرقم هذا يعني يفهم أي شخص، والتحليل المالي سهل. ولكن لو رجعنا إلى أبعاد التوازن المالي، يعني يصير هناك توازن بين الإنفاق والتشغيل، يصير فيه هناك توازن حسب ما طرحه المحللين في المادة الصحفية. كذلك هناك يعني تحقيق وسلاسة لوصول إلى رؤية 2030. كذلك يعني من ضمنها أنه سيحقق يعني طرق كثيرة لرفع كفاءة الإنتاج، وكذلك خلق فرص وظيفية، ربما كذلك عدم تحميل المواطن أي تبعات من هذا الجانب. جميل. الصحف لديها ما تنشره غدا، خاصة أنه الميزانية يعني سوف تكون بعد الطباعة، لديها ما تنشره غدا عن يعني إضافة إلى ما نشرته اليوم؟ أتوقع أن هناك استكمال، وكذلك الصحافة الورقية خصوصا لا تبث جميع المعلومات اللي حصلت عليها، وقد ينفرد بعض الصحف في أرقام متوقعة في الميزانية لتسريبات مثلا لبعض الأرقام، قد تحتمل أنها صحيحة، قد تحتمل خطأها. بعض الصحف في سنوات ماضية انفردت بأرقام معينة وبالفعل أعلنت عنها، وهذا ما يميز الصحفي والصحيفة كذلك في استقاء المعلومة الصحيحة، وهذا واجب علينا في الصحافة السعودية أن نحن نسبق الأحداث، وهو ما يسمى السبق الصحفي. جميل. أحمد، مسألة التسريبات كما اسمها جابر، تعتقد بأن الميزانية يعني يجب أن تكون بهذا القدر من الانغلاق، أو من الممكن ترويج بعض ما سوف يأتي فيها للصحف لمباشرتها؟ لا أعتقد مسألة الانغلاق وإغلاق المعلومات بالكامل عن موضوع الميزانية كما ذكرت سيخلق مساحة واسعة للتأويلات وكذلك للتسريبات من خلال وسائل الإعلام غير رسمية، سواء وسائل التواصل الاجتماعي أو حتى وسائل الإعلام خارجية. لذا أنا أعتقد أنه شرح محاور الميزانية من قبل أيام من إعلانها، وشرح ما يستجد من أرقام في الميزانية مع إعلانها، أعتقد أنه هو الوسيلة الأفضل لصحافتنا الرسمية لمواكبة حدث مهم كهذا الحدث. جميل. كفاءة الإنفاق الحكومي الذي تحدثت عنه بعض الصحف تظهر بالأرقام التي تعلنها وزارة المالية عبر مؤسساتها المختلفة كمؤسسة النقد السعودي، ودور الصحافة هو رصد هذه الآليات الجديدة المتبعة في أدوار هكذا مؤسسات تعمل بالتوازي مع وزارة المالية. جميل. ومع مؤسسة النقد السعودية لشرح هذه الآليات للقراء وللمتابعين وللمهتمين بشكل عام. جميل. إلى ثاني ملفاتنا الصحفية، وخبر من صحيفة الوطن التي أشارت إلى أن وزارة الصحة بدأت تجريبية إلغاء أقسام الصيدليات الموجودة في منشآتها الصحية، وذلك في عدد من مراكز الرعاية الأولية تمهيدا لتطبيقها خلال الفترة المقبلة في جميع المنشآت الصحية التابعة لها. وعلمت الوطن أن الوزارة بصدد تطبيق النظام بالتعاون مع الصيدليات التجارية، بحيث يتم تأمين الدواء للمرضى عن طريق القطاع الخاص، وتتحمل الصحة دفع تكاليف العلاج.
الوطن جاءت بهذا الخبر، وهنا شكل جديد أو دعنا نقول جزء من مسألة الخصخصة تقوم فيها وزارة الصحة. هذا الجزء معني بالصيدليات أنت كمواطن. بلا شك يعني خبر، يعني أنا قرأته اليوم ولكن في علامات استفهام. والله شوف، على إذا على الرعاية الأولية يعني قد نرى غير الفيفا دول حقيقة، لكن على منشآت كبرى مستشفيات ما أدري كيف تقرأ. بالنسبة للموضوع يعني أنا يعني وردت في ذهني عدة تساؤلات، يعني أين سيذهبون خريجي كليات الصيدلية؟ يروحون القطاع الخاص تشغلهم صيدليات. طيب لو راحوا القطاع الخاص، هل لدينا شركات متخصصة أو ذات كفاءة عالية لتشغيلهم أو لإدارة الصيدليات؟ الآن القطاعات الخاص صيدليات الآن أكثر من المطاعم. أيوة، لكن فيها مشاكل. أعتقد بأن هذا في وأعتقد بأن هذا فيها جزء فيها يعني مشاكل، ومن مشاكلها أنها تصرف أي علاج. لا بس عمليات الإحمال عادة أن تحافظ على العاملين عليها. نعم، تأتي مؤسسة بصفتها الاعتبارية ولكن تحافظ على العاملين. يحتاج إلى تنظيم، ويحتاج إلى إجابة عدة تساؤلات، ويحتاج المشروع خصوصا لو طبق حاليا يحتاج إلى دراسة كبيرة ومعمقة. أحمد، تخوف جابر، التخوف الكبير يقول أين يذهب الصيدليين؟ لو افترضنا بأنه الصحة الآن يعني خصصت الصيدليات وبكرة بتخصص العيادات، لو أسقطنا سؤال أحمد على كل الأقسام سوف نقول أين سيذهب الأطباء بكرة ولا لا؟ صحيح، المسألة واسعة يعني وتطرح أسئلة أكثر ما تقدم إجابات. بصراحة عبد الله، ما يتعلق بموضوع إلغاء الصيدليات لا أفهم يعني ليش وما الدواعي لذلك، يعني من وزارة الصحة كذا. لذلك لا أملك أهلية التعليق على موضوع مهم مثل هذا، وقد ينتظر كثيرين توضيحات منك صحفي، لكن لا حين لا تملك المعلومة لا تستطيع أن تقدم الرأي. لذلك أعتقد أن الأسئلة أكثر من الأجوبة في موضوع مثل هذا. يعني ممكن خيارات بدائل العلاج، عمليات التخزين، خفض التكلفة في هذا الجانب تحديدا، يعني ذلك ما دفع وزارة الصحة إلى مثل هذا النوع. صحيح، يعني مثل الأسئلة اللي قدمها جابر من ناحية كون يعني الصيدليين اللي تخرجوا من كليات الصيدلة إيش مستقبلهم الوظيفي؟ هل يعني يكتفون بالمؤسسات القطاع الخاص لتشغيلهم؟ لا شوفوا أحمد يعني أنا مسألة التخوف من الوظيفة ما أعتقد إنه يعني الصيدليات أصلاً هي موجودة، ولكن تمت خصخصتها. في مسألة أخرى في مسألة أخرى عبد الله، مسألة اللي هو آلية الدفع بالنسبة أو آلية الاستلام بالنسبة للمرضى للمراجعين. في يعني ذكر في الخبر أن وزارة الصحة تتحمل تكاليف العلاج. هذه الجزئية اللي ممكن يعني كان بابا للصحافة أن تطرق هذا الشيء عبر شركات تأمين. لا ممكن مباشرة، مو بعبر شركات تأمين. اللي وارد في الصحافة، اللي وارد في الخبر، أنه وزارة الصحة راح تتحمل العلاج، يعني كأنها أحالت حالة إلى مستشفى خاص وتحملت العلاج كما يجري. ولكن هذا باب كبير، يعني لماذا أو هنالك مجال صحيح للوطن قبل غيرها طالما انفردت بأنها تبحث عن دعنا نقول تكلفة الأدوية في المملكة العربية السعودية، بدائل العلاج في المملكة العربية السعودية، ماذا يصرف في مستشفيات الصحة أو مراكز الرعاية؟ أعتقد بأنه بحر شاسع. ودعونا نذهب إلى ثالث ملفاتنا الصحفية، وخبر من صحيفة المدينة التي كشفت من خلال جولة قام بها محرر المدينة بتقمص دور زبون يبحث عن المسكرات وأفضل الأوكار التي تقوم بتصنيعها، وقام بجولة ميدانية شاقة في أحد الأودية خارج النطاق العمراني، وما قاده للجولة رصده لعدد كبير من الجوالين على أطراف الأودية ليكتشف أن الموقع مصنع للخمور تديره إحدى العصابات. ومن هنا كانت بداية الرحلة، حيث سعى للوصول إلى أحد أفراد العصابة لإزالة اللثام عن خباياها، وبعد صولات وجولات داخل الأودية لاحظ وجوده أحد أفراد تلك العصابة في المنطقة، وهنا أبدأ المحرر رغبته في التعامل معه لشراء بعض الخمور، وصولا إلى سقوط العصابة في قبضة الشرطة. إلى أي حد مثير هذا النوع من التقصي؟
في الحقيقة نحيي الصحفي وكذلك أحيي صحيفة المدينة، لها باع كبير في هذا الجانب، وكذلك تقمص محررين لبعض الأشخاص لإيصال رجال الأمن أو لمعرفة خبايا هذا الجانب أو هذه العصابة. نعم. لها تحقيقات كثيرة جريدة المدينة، وهي الصحيفة الوحيدة اللي تعمل على مثل هذه التحقيقات. بالنسبة للموضوع، موضوع شيق وجميل، وموضوع لم يطرق مسبقا. أحيانا تطالعنا بعض أو تزودنا بعض المراكز الشرط لعمليات قبض، وكذلك بعض الإدارات في المراكز. هناك حالات تقمص ولكن بعيدا عن الخمور أعتقد. نعم. في كثير. كثير جريدة المدينة عملت تحقيقات صحفية مثل هذا النوع، تقمص شخصيات. بالنسبة للموضوع، يعني أنا أشوفه موضوع جديد وجدا شيق، ويدعم الصحفي الميداني لمعرفة خفايا الصحافة، كذلك لإطلاع الرأي العام ما تقوم به الأجهزة الأمنية في مكافحة مثل هذه الأمور وجهودها الكبيرة في منع وصول هذا الشيء إلى المواطن والمواطنين بشكل كبير. جميل. أحمد، سؤالين تتبادر إلى الذهن، يعني ذلك التقمص أو هذا النوع من التحقيق الخطر قام به ذلك المحرر مشكورا، شكر بعد نشره، ولكن لو تعرض إلى أي خطر نتيجة لهذا الدور الذي قام به، هل ستتحمل صحيفة المدينة شيء من ذلك؟ يمكن أخوي جابر عندك يمثل جريدة المدينة، لكن فيما يتعلق بمجمل القصة الصحفية المنشورة عبد الله في جريدة المدينة، أعتقد أن جابر شهادته مجروحة، فأنت لا محايد. صحيح. طيب، أنا أنظر للقضية من خلال بعدين. البعد الأول أمني، يتعلق بحماية الجانب الأخلاقي والديني. قبل ذلك في مدينة هي من أقدس المدن في العالم الإسلامي، وهذا أمر تشكر عليه الصحيفة، لأن الصحفي في البداية والنهاية هو مواطن يؤثر ويتأثر بالوضع الأمني والأخلاقي لمجتمعه. البعد الثاني هو مهني، فأنا شخصيا، وقد يكون كثير من العاملين في هذه المهنة والمهتمين بالصحافة بشكل عام، قد يجدون صعوبة في أن يقحم الصحفي أو يقحم نفسه في أدوار تتعدى مهنته، لأن ذلك على المستوى البعيد يعني قد يضعف من مستوى الصحافة ويجعلها مهنة مشوهة مخترقة لا تحظى باحترام. ولكن بعض الأحيان تضطر إلى التقمص كشرط من شروط التحقيق في بعض الحالات. طبعا لا أتكلم عن هذه الحالة، لأنه الذي ورد خبر. هذا رأيي، قد يكون فعلا في هذه النقطة تحديدا في قصة جريدة المدينة مختلفة تماما، وقد تكون بعيدة عن الرأي الذي أطرحه عنها. طيب. لكن أنا في المجمل أعتقد أن الصحفي يجب أن يبعد ويبعد نفسه عن مواطن قد يظهر فيها بشكل أنه لا يمثل مهنته. لذا أعتقد أنه إذا اختلط. دعني أسأل جابر، اختلطت الأدوار، قد تختلط. دعني أسأل جابر عن نفس السؤال، ولكن قبل أن أنتقل الملف، يعني أتساءل، هل كانت الجهات الأمنية بحاجة إلى مثل هذا الخبر للكشف عن مثل هذه الأوكار؟ هذا اللي بيجاوب بعد. أنا سؤالي لك يا أحمد، ولكن عشانك ما جاوبت بسأل جابر. أنا جابر في البداية. طيب، خلي بحل السؤال لجابر، تفضل. دائما وسائل الإعلام هي شريكة لمؤسسات الدولة بشكل عام. وهي تكشف ما لا يكشفه غيرها بعض الأحيان. أي، لكن الجهات الأمنية، ولكن وخاصة الجهات الأمنية المخدرات، لا شك هي المتمرسة بالتقمص والولوج إلى مثل هذه المناطق. لكن لا شك أن هناك تنسيق مسبق مع جهات أمنية. لم يبادر المحرر من نفسه. تنسيق مع جهات أمنية؟ نعم، لا بد أن يكون هناك ذلك. أعتقد أن هناك تنسيق مسبق. نعم. مع الجهات الأمنية في هذا الشيء. لماذا لم يرد في الخبر بالتنسيق مع جهة كذا وكذا تم كذا؟ والمشكلة بالعكس، هذا يزيد مصداقية المدينة وقوة الخبر. كيف تم القبض عليهم؟
تم القبض عليه وبعد الإبلاغ أنا اللي شفته أنه الرجل شرى خمور وبعدين بلغ قال ترى شفته في مكان كذا وخلاص يعني لا هو عاش الواقع عاش الواقع كيف تم التصوير يا سلام إذا نحن نقرأ خبر ولا نقرأ تحقيق كامل التحقيق الكامل يجب أن يكون كيف تم القبض عليه ومع من وإلى آخره حتى أقرأ تحقيقا إذا كنا نعتبر هذا تحقيق هذا أنا أعتبره قصة ممكن تصنفه قصة خبرية طيب لو تعرض لي شيء صحيفة المدينة تتحمل شيء من المسؤولية تجاهها نفس الشخص نفس المحل. أنا لا أحكم بصراحة يعني عن هل ستتحمل أم لا تتحمل درجة لإدارة الصحيفة نفسها نترك هذه الإجابة مفتوحة ونذهب لنغلق الملف الثالث ونفتح الملف الرابع وآخر ملفات صحفية وخبر من صحيفة المدينة التي أشارت إلى حديث وزير الأسكان حيث قال ماذا قال وزير الأسكان أن الدول العربية تسعى إلى مواجهة الأزمة الإسكانية والحد منها مشيرا إلى أن المملكة أبرمت العديد من الاتفاقيات مع الشركات العربية والعالمية لدعم القطاع وتأمين المساكن المناسبة لمواطنيها في حين ذكرت صحيفة عكاظ أن أعمال الدورة 33 لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العربي كشفت عن دخول الشراكة السعودية المصرية في مجال الإسكان حيز التنفيذ حيث طالب وزير الإسكان السعودي بسرعة إعداد مقترح الخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة وتفعيلها إعلاميا مؤكدا أن المسكن المناسب من أهم أولويات أرباب الأسر باعتباره الملاذ الآمن أحمد يعني لو أردت أحمد لو أردت إنه يعني توصف لي الشراكة تلك التي نريد تعجيلها بين السعودية ومصر نوع الشراكة في الإسكان يعني ماذا يمكن أن يكون؟ قد يكون لأن مصر من أكثر الدول التي عانت من موضوع الإسكان ومن أقدم الدول العربية في معالجة ملف مثل هذا الملف وهي يعني على رغم الصعوبات الاقتصادية التي تواجهت في مصر جرى تسليم كثير من الوحدات السكنية في العام الماضي لمستحقين في السنة الماضية أعتقد أن هذه الأخبار التي قد تكون مفرحة للكثير من ينتظرون حلول كبيرة في ملف موضوع الإسكان بانتظار أيضا أخبار أخرى سعيدة في تنفيذ وحدات سكنية آلاف الوحدات السكنية التي ينتظرونها تقريبا مئات الألوف من المحتاجين في المملكة لتملك السكن وأعتقد أن الظروف الآن قد تكون مواتية في مسألة وجود أراضي وكذلك مسألة الرسوم الأراضي البيضاء التي قد تساعد كثيرا في حل موضوع الإسكان جميل. الشراكة مع دول أيضا مثل ما ذكرت عبد الله لها خبرة مهم جدا ودول أيضا إقليمية مهمة لديها شركات تنفيذ على أعلى مستويات أعتقد أن الموضوع قد يتم تسريع الحل فيه طيب أحمد يقول أنه شو اسمه الشراكة مع الدول لها خبرة جيد كلنا نتفق على هذا ولكن يعني مصر من الدول التي تعاني من أزمة السكان أيضا هنالك شراكة نريد من مصر أن نتشارك فيها لكي نعجل قد يعني الأمر هذا يكون فيه أبعاد أخرى ربما حنا نجهلها ولكن أنا بالنسبة للاتفاقيات اللي أبرمتها وزارة الأسكان لعلها تتطبق بداية عام 2017 تبدأ او من 2017 تبدأ لانه عام 2016 عام الوعود وعام اطلاق التصاريح لكن تم في تسليم مساكن وكذا ولكن ليس على القدر المأمول اطلقوا بس القرض المعجل فقط المواطنين تجاهلوه كثير القرض المعجل نال من التنكيلي ومن المعارضه ما ناله صح صح ختاما أشكرك ضيفي في الاستوديو جابر المالكي مدير مكتب صحيفة المدينة ومن المدينة أحمد الديحاني صحفي في صحيفة الاقتصادية شكرا لكما وأشكركم أنتم مشاهدينا الكرام دائما كونوا بخير.